السلام عليكم البنات، السلام عليكم الاولاد، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين. اليوم جيتكم فيديو جديد، وشكرا بزاف اللي دخل القناه ديالي، وشكرا لكم البنات والولاد. واليوم بغيت نقدم لكم واحد الغديوه ولا عشيوه، المهم كتجي في الطاجين اللي كنت وجدته معكم من قبل في الفيديو ان شاء الله السابق. ودروك غادي نوريكم شنو غادي ندير في هذا الطاجين ديالي. غادي نطيبوا البنات على المجمر، غادي يجي عرفت تبارك الله راه كيجي تابع على المجمر صحي وزوين. وهذا البرد هذا ما يصلح غير الطاجين. ودروك غادي نوريكم شنو غادي نحتاج في هذه العكله ديالي ان شاء الله هذا النهار. عندي البنات هنايا انا درت هنا نص ديال الدجاج بحال هكا، راني غسلها من قبل. وعندي هنا جوج بطاطات، وعندي هنا جوج مطيشات صغار، وعندي بصله وخيزويا، وعندي شويه الزيتون هنا مقطع على هذا الشكل، وعندي هنايا حامض مرقد، وعندي هنايا شويه ديال القزبر والمعدنوس، وعندي هنايا الثومه محكوكه، وعندي هنا الابزار لا طريه ديالنا. عندي هنايا الابزار هي الحبه الكحله، هي الابزار. وعندي هنايا سكينجبير، وعندي هنا الزيت مخلطه زيت البلديه وزيت ديال الطياب، وعندي هنا الخرقوم، وعندي التحميره، وعندي الملح على حسب الذوق. ودروك عندي هنايا في الحوايج غادي هنا خيزويا اللي كما قلتها لكم وحده، وبصله غادي ندي معكم. غادي نشوف غادي نجيب معكم. دروك انا عندي هاد لاباري كتسهل عليا، في ساعه كتقطع لي البطاطا كتجي رقيقه وزوينه، بغيت كتقيط بحال هكا. ولكن البنات اللي عنده بحال هادو يحضر راسو، راه ما بين بزاف، راه واعري شويه على البنات الصغارات في هذا، يحاولوا على حساب دائما يخدموا هذا، راه على حساب اليدين ماضيه بزاف البنات. حاولوا تبعدوا عليها يديكم، هانتوما شتي كتعدل البطاطا في ساعه كتقطع رقيقه هكا. غادي نزيد هادي، كنديرها بعدا عاد كندير هذاك. واللي ما عندوش البنات هذه انا غير كيسهلوا عليا، اللي ما عندوش يقطع بالمص، راه كلشي كيعرف يقاد البطاطا بحال هكا. عندي درتها بخيزويا البنات بهاد الطريقه، غاديرها لاصقه ما عليهاش هكا، ونعاود ثاني هكا. الخيزو جاي طويل ما بحال يعذب، ولكن معليش انا غادي نحاول ندير هكا باش نزوق بيه، يجي واحد الديكور ديالو زوين. ولكن حاولوا تبعدوا يديكم البنات. دروك انا قطعت الخضره ديالنا بحال هكا، دابا غادي ندير البصله هي الاولى، حتى هي غادي نقطعها بهاد الطريقه البنات. هانتوما كتجيبها رقيقة في الساق الطيب، غادي نديرها معاكم على المجمر هنايا. ملي تبقى لاصقة تحاولو راه ماضية اليدين ديالكم. اللي عندو هاد لاباري البنات، اللي ما عندوش كي كتجيبو البطاطا كتجيبها فنة، البصلة قلت لهم بطاطا الله يعين. هانتوما أنا غادي ندير البصلة هنا لتحت هكا، غادي نزيد عليها خيزو. نزيد البطاطا هكا ديالنا، غادي ندير هكا نمشي هكا كامل، غادي نولي نشرم الدجاج ديالنا. أحسن البنات إلا بغيتو تشرملوه في الليل ولا قبل بشي وقيت ماشي مشكل. غادي ندير عاوتاني نشرمل دابا الدجاج، نرجع ندير له لاخر الصبر والمعدنوس هكا. غادي نزيد هاد الثوم، انا كنبغي نخدم بيديا. نزيد هنايا سكنجبير، ندير البنات معلقه هكا. غادي ندير الحبة الكحلة، هي اللي بزار الكحل، نص ديال راس ديال المعلقة هكا. الخرقوم ندير نص معلقة كبيرة هكا صغيرة، وهي شوية زايدة ونص كبير. وندير البنات التحميرة نص معلقة هي هكا،
والملحه، الملحه على حسب الذوق. درنا شويه في الدجاج حيت راه عندي الحامض والزيتون، ما كثروش الملح. وغادي نشرمل البنات الدجاج هكا ديالنا، ندخل في هذه الشرموله هكا نخلط ونشرمل. هانتوما كتشوفوا هكا، هذه الشرموله اللي بقات لي نزيدها البنات هكا في الاخر. احسن كان درت لها في الاول بطاطا مشرمله، ولكن ماشي مشكل، غادي نزيد شويه ديال واحد الكويس ديال الماء، غير كويس صغير، وراه كطلق البصله بطاطا الماء. غادي ندير بحال هكا، وغادي ندير البنات الدجاج ديالنا هكا نشرمل مزيان، نحاولوا ندخلوا له هاد الشرموله هكا هكا، ونحطوه بهذا الشكل، وغادي نخليو زيت على هذا الشيء. وغادي نزيد له عاد المطيشه من الفوق، المطيشه وديك الزيتون والليمون. غادي نغسل يديا ونولي معاكم. غادي ندير الزيت يديا ونولي بنات. انا قلت لكم تالي، ولكن احسن نديرها دابا بحال هكا، احسن المطيشه ديالنا نديرها دابا باش نبلع عليها مره وحده. وغادي نديرو على المجمار هكا، غادي نزيد البنات هاد الحامض المرقد هكا طريفات، والزيتون مقطع على هاد الشكل، شويه الزيتون وصافي، نتوما لكم الاختيار هكا. حاولوا ما نديروش كامل بزاف، ونديروا البنات الزيت ديالنا راه مخلطه بزيت الزيتون وزيت المائده، نحاولوا ما نكثروش يمكن راه بزاف. نتوما عينكم ميزانكم. وغادي نكمل على هاد المعدنوس والقزبر اللي بقى هكا، ونبلعوا الطاجين ديالنا ونديروه فوق المجمر هكا. غادي نزيدو واحد الكويس ديال الماء، غادي نجيبو بغيت نوريكم الطريقة كيفاش تشعلو الفاخر، ساهل بلا تعوبة بلا تا حاجة. ودروك شنو غادي نحتاج في هاد باش نشعل الفاخر، هو الأول باش يخدم باش يشعل لي ويبدي يشعل، نحتاجو باش نشعلو هاد الفاخر البنات والولاد، ساهل ماهل، المهم مفيش شي تمارة. غادي نحتاجو هنا شوية ديال الزيت، وهاد التوب بحال هدا، التوب هكا داير نتعلي فيه هاد الخيط هكا. غادي نعمروها البنات هكا بالزيت هكا، الزيت اللي كان البنات ماشي مشكل هكا. وغادي نديرو نشعلو بالبريكة، غادي نديرو له الطريقة هكا، هاهي البريكة، وغادي نهزها وغادي نديرو له هكا، نديرو وسط الفاخر هانتوما، نديرو له هكا وغادي نحطو هنايا وسط الفاخر هكا، ونشعلوه في ساعة غادي يشعلنا. غادي نسحب شوية هذا دروك، هاني شعلت البنات البريكة، هي قبيلة مبغاتش تشعلي، ولكن هاني شعلتها، ها هي. غادي نديرو هكا هاد التوب، ونديرو الفخر عليه هكا مع الريح في السطح. لو كانت كطفالي مبغاتش تشعل حتى هوت لهنايا، ولكن هادي هي الطريقة باش تشعلو البريكة ديال الفخر. باش نشعلوه ساهل كيجي، ما نرونوش راسنا، هانتوما نديرو هكا عليها الفخر بهاد الطريقة، ونخليوه حتى يشعل. وغادي نوجد معكم الطاجين، وتابعوا معايا البنات. غادي نزيد واحد شويه ديال الماء، واحد الكويس بحال هكا هانتوما، حيت راه ما درتش كاع فيه الماء، تقريبا كاس صغير. واحد شويه ديال الملحه على فوق الخضره هكا، حيت راني درت غير الدجاج هكا، وندوقو ونشوفو كيفاش غادي يجي المذاق، ونزيدو. غادي نزيد واحد جوج فلفلات حارين، انا كيبغي كيعجبني الحر، هانتوما اللي بغى ما يديرش الحر ما يديرش بحال هكا هانتوما كتشوفوا. وهذا هو المجمار ديالنا اللي شلت معكم، غادي نديرو داك فوق المجمار بحال هكا، وتابعوا معايا حتى يبدي يغلي ونوريكم كي غيجي وحتى يطيب. دروك البنات غادي نشوفوا الطاجين ديالنا، ها هو شوفوا كي جا تبارك الله، هاي شهي، نتمنى تجربوه، وانتم لكم الاختيار اللي بغيتوا ديروا معاه الطبله، وان شاء الله صحتكم وراحتكم، يسمح لنا اللي كيتوحموا. ودروك هادشي اللي كاين، وشكرا لكم بزاف، وبسلامه عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.